التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل مبادراته وخدماته في جميع المحافظات. أهلا بكم في نشرة جديدة من تلفزيون الوطن. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكل المحافظات الجمهورية، أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف قافلة طبية لأهالي الفرافرة وأبو نصة وأبو الهول والكفاح بمحافظة الوادي الجديد، تضم العديد من التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي المحافظة. كما نظمت مؤسسة أبو العنين الخيرية عضو التحالف الوطني زيارة لمركز أبو بكر الصديق لعلاج الفشل الكلوي بصفة اللبن ودار نداء عمري لاستضافة المسنين بفيصل لتقديم أكثر من 300 وجبة غذائية تم تجهيزها خصيصاً وتحت إشراف الأطباء المعالجين لمرضى الفشل الكلوي. في محافظة الدقهلية قامت جمعية الأرمان الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتنظيم معرض خيري لتوزيع أكثر من 10,000 قطعة ملابس وأحذية بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. زي ما هو موجود قدام حضراتكم على الشاشة، ده جانب من المعارض وجانب من مساعدة المواطنين. أدي حضراتكم قدامكم معرض ملابس، وده معرض للأحذية، وبرضو ده مؤسسة أبو العنين أثناء تقديم خدماتها للمواطنين زي ما قلنا لحضراتكم، وبرضو مؤسسة راعي مصر للتنمية بتجري بعرض الفحوصات الطبية للأطفال والسيدات. كلها مبادرات بتقوم بها المؤسسات الأهلية والمؤسسات التنموية بتساعد فيها المواطنين والفئات الأكثر استحقاقاً بالرعاية. طبعاً ده كله طبقاً لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو سياسة الدولة ككل خلال الفترة السابقة والمؤسسات التنموية المختلفة للعمل جنباً إلى جنب كل مؤسسة حسب المنطقة اللي هي متواجدة فيها، بتعمل فيها بكل طاقتها من أجل مساعدة المواطنين. وكذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. زي ما قلنا لحضراتكم، كل ده مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية اجتمعوا ككيان واحد من أجل تذليل أي عقبات ومساعدة المواطنين بكل الأشكال الممكنة، زي ما قدام حضراتكم كشوف طبية ومساعدات بمختلف المعارض خاصة بالأحذية، خصوصا ان احنا داخلين على المدارس بعد شهرين، يعني مع بداية شهر اكتوبر هيبقى في اقبال كبير على شراء الملابس الخاصة بالاطفال لدخول المدارس والطلاب، وكذلك معارض الملابس الجاهزة. كل ده بتعمله الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. دي كانت نشرتنا النهاردة، نلقاكم في نشرات جديدة، شكرا جزيلا.